بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في الجزء الخامس من سلسلة عالم الغيب. هذه الحلقات أيها الأحبة نحاول من خلالها أن ندخل إلى عوالم الغيب. طبعا علم الغيب اختص الله به نفسه، قال تبارك وتعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن علم الغيب علم دقيق جدا، لا تستطيع أيها الإنسان أن تصل إليه، لأنه يتطلب معادلات وحسابات تفوق كل البشر، لذلك اختص الله به نفسه عز وجل. ولكن نحن نحاول أن نبحث ونتدبر ما جاء في القرآن، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا عندما قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فهذا الإنسان الذي لا يتدبر القرآن كأنه مقفل القلب. لذلك لكي لا تكون قلوبنا مقفلة والعياذ بالله، نحاول أن نتدبر ونتأمل هذه الآيات التي تنتظر كل واحد منا هذا المصير، وهو الموت. أينما تكونوا يدرككم الموت. الموت هو يعني لا يمكن لأي قوة أن تخلصك من الموت، لا يمكن. لذلك كل إنسان سيعبر هذا المصير، سيعبر هذا البرزخ وينتقل إلى حياة ما بعد الموت. هذه الحياة أيها الأحبة حافلة بالأحداث، حافلة بالحوارات، فيها كذب من قبل الكافر أحيانا، فيها ذل، فيها عذاب. بالمقابل هناك نعيم، هناك رزق مادي حقيقي، هناك متعة، هناك فرح، استبشار بالنسبة للمؤمنين. الله تبارك وتعالى يقول: ولو ترى، انظروا هذا التعبير أيها الأحبة، ولو ترى هنا يعني أيها الإنسان، طبعا الخطاب لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنا نحن لأن لنا أسوة في هذا النبي الكريم. لو أن الله أعطاك أيها الإنسان قدرة على رؤية ما يحدث لهذا الميت لحظة الموت، لكنت رأيت المشهد التالي. قال تبارك وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. سبحان الله، يعني آية مرعبة تصور لنا لحظة الموت. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، الملائكة فاعل، الذين كفروا مفعول به. يعني لو كنت قادر على رؤية هذا الميت عندما يموت هذا الكافر، لرأيت الملائكة وهي تتوفاه تضربه من الأمام ومن الخلف. يعني سبحان الله، شيء يعني منظر مذل جدا. أن إنسان قد يكون كريم، قد يكون لديه يعني المال والبنين والسلطة والجاه، تصوروا كيف سينتهي به الحال، بل كيف سيبدأ أو ستبدأ حياته. الحياة الحقيقية هي حياة بعد الموت، وليست هذه الحياة. هذه الحياة قصيرة جدا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، ماذا يفعلون لهم لحظة الموت؟ يضربون وجوههم وأدبارهم. يعني هذا أسوأ أنواع الضرب، أن تضرب إنسان من الأمام ومن الخلف وتهدده وتروعه وتقول له: وذوقوا عذاب الحريق.
سبحان الله، يعني لا أعلم أنا كيف يدعي بعض الناس أن لحظات الموت هي عبارة عن لا شيء. ماذا يعني؟ لم يقرأوا هذه الآية مثلاً، لم يتأملوا هذه اللحظات الحاسمة، لحظات الموت التي تنتظر هذا الكافر، كيف يقولون لا يعذب الكافر؟ إذن هذه الآية يعني ماذا تصف لنا؟ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، ضرب من جباههم هنا في الأمام على وجوههم، وضرب على من خلفهم يضربون، وذوقوا عذاب الحريق. لذلك أيها الأحبة، كما قلنا هذه الحياة حافلة بأنواع العذاب وأنواع الذل بالنسبة للكافر، وهناك حوارات أيضا تجري. إذن هناك حياة حقيقية. قال تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. إذن هذا حوار، قالوا الملائكة تقول لهم، قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة؟ انظروا إلى هذا الحوار أيها الأحبة. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. يا لطيف، يعني هذا الإنسان الذي يقول لك أنا ضعيف، أنت ضعيف؟ يعني اجلس في بيتك، لا تستخدم هذا النفاق. إذا لم يكن لك يعني قدرة أن تهاجر في سبيل الله مثلا، أو تنتقل إلى مكان آخر، لا تنافق، اجلس في بيتك ولن يتعرض لك أحد. قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. إذن أيها الأحبة، هذا المصير الذي ينتظر هذا الكافر وهذا المنافق منذ اللحظة الأولى للموت، يعرف هذا المصير، ولكن لا يعذب به بجسده. هناك عذاب للنفس، وقد يكون أقسى من عذاب الجسد، انتبهوا. هنا أيها الأحبة، يعني موضوع أحببت أن أطرحه، وهو الفرق بين الروح والنفس. كثير من الباحثين يخلطون هذا المعنى. طبعا قبل ذلك أحببت أن يعني أعرض أمامكم آية كريمة يقول الله تبارك وتعالى فيها: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن هذه الروح، أنا يمكن طبعا، وهذا جهد شخصي أو اجتهاد شخصي، قد يعني يتفق معي البعض وقد يخالفني، ولكن دائما أنا أحب أن أعطي صورة مصغرة للأشياء لكي نستوعب. أيها الأحبة، الله تعالى عندما قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، إذن قضية الروح تحتاج إلى علم أعلى بكثير من المستويات العلمية التي وصل إليها البشر. أما دائما عندما يتحدث القرآن عن الموت يتحدث عن النفس وليس عن الروح، يعني الروح لا تموت ولا تعذب وليس لها علاقة بالصواب أو الخطأ أو كذا. سوف أستخدم هذا التشبيه لكي نفهم الفرق بين النفس والروح. أنا لدي الآن جهاز كمبيوتر، هذا الجهاز يتألف من مجموعة من القطع: شاشة، لوحة مفاتيح، وحدة تغذية، معالج، وحدات تخزين، ذاكرة. يعني هذه
أجزاء موجودة، أجزاء مادية ملموسة، ولكن هناك شيء غير ملموس هو نظام التشغيل لهذا الكمبيوتر. من دون نظام تشغيل هذا الجهاز ليس له أي قيمة. إذا نظام التشغيل هو الذي يعطيه هذه القيمة ويعطيه فائدة. نظام التشغيل غير مرئي، لا تستطيع أن ترى نظام التشغيل، لا تستطيع أن يعني ترصد هذا النظام، لأنه عبارة عن لغة برمجية. تمام؟ إذا أصبح لدي كمبيوتر عبارة عن جهاز مجرد قطع، يعني مجموعة قطع، ولدي نظام تشغيل، ولدي الشخص الذي يشغل. فأنا أيها الأحبة، لكي أقرب لكم الصورة، نعتبر أن جهاز الكمبيوتر كقطع هو الإنسان، هو الجسد. الجسد فيه قلب، مضخة للدم، فيه دماغ، فيه كبد، فيه كذا، فيه جهاز هضمي، جهاز مناعي إلى آخره. كلها هذه أجهزة ليس لها أي قيمة من دون نظام التشغيل أو الروح. إذن الروح يمكن أن نعتبرها أو نتصور أنها هي نظام التشغيل. طبعا هي أعقد من ذلك بكثير، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولكن فقط نحن نريد أن نبسط هذا الموضوع لكي نتخيل الفرق بين الروح والنفس. إذن جهاز الكمبيوتر هو الجسد، قطع الجسد. نظام التشغيل هو الروح، والإنسان الذي يشغل الكمبيوتر هو النفس. إذن الذي يقود هذا الجهاز هو النفس. لذلك أنا أستطيع أن أشاهد مقطع سيء مثلا فيه معصية، وأستطيع أن أشاهد مقطع لتلاوة قرآنية مثلا فيه خير. هل أحمل نظام التشغيل المسؤولية؟ يعني إذا جاء إنسان مدمن على المقاطع الإباحية مثلا، من نحمل المسؤولية؟ هل نحملها لجهاز الكمبيوتر يقول إن هذا الجهاز فاسد؟ لا. هل نحملها لنظام التشغيل، يعني بمعنى آخر الروح، نقول نظام التشغيل فاسد؟ لا. الذي يتحمل هو من يقوم بتشغيل هذا الجهاز، وهو النفس، هي النفس. إذن النفس أيها الأحبة هي التي تأمر بالسوء. إن النفس لأمارة بالسوء. النفس هي التي يمكن أن تكون مطمئنة نتيجة طاعتها لخالقها والتزامها بتعاليم الله سبحانه وتعالى. لذلك الله تعالى يقول: يا أيتها النفس المطمئنة، وهذا أيضا أثناء الموت، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. الجسد يبقى، الجسد يبقى أيها الأحبة في الدنيا، ولكن الذي يرجع إلى الله يدخل في عالم، في منطقة البرزخ، إلى عالم ما وراء البرزخ، هو النفس. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. سبحان الله، بمجرد خروج النفس، نفس المؤمن، تدخل مباشرة في جنة الله بين عباد الله. هذه الأنفس الطيبة كلها تجتمع على طاعة الله وفي جنة الله سبحانه وتعالى. هذا كله قبل يوم القيامة، يعني مرحلة ما بعد الموت. بينما نجد الأنفس الخبيثة تعرض على النار كل يوم، وتعذب وتذل وتضرب، وتبقى في هذا العذاب حتى إذا جاء البعث ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. ماذا؟ قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. كانوا يرون هذا العذاب ويحذرونه، الآن أصبح حقيقة واقعة بالجسد وبالنفس. كانوا يعذبون بأنفسهم فقط ويعرضون على النار، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وكانوا يذوقون هذا العذاب ولكن بأنفسهم،
أما الآن يوم القيامة أصبح هناك حساب، وأصبح هناك نار حقيقية يصلونها بأجسادهم الحقيقية. لذلك أول شيء يقولونه: وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين. سبحان الله، كانوا يحذرون هذا اليوم طيلة ما بعد الموت. لذلك أيها الأحبة، الروح ليس لها علاقة، هي من أمر الله سبحانه وتعالى، هي فقط نظام تشغيل، يمكن أن نسميه نظام تشغيل عالمي للبشر. النباتات فيها روح، الكائنات، كل المخلوقات فيها روح، ولكن روح الإنسان هي من روح الله، تختلف، لأن نظام التشغيل الخاص بالإنسان يختلف عن أي نظام تشغيل آخر. الإنسان هو الوحيد الذي يتكلم بلغة حقيقية، هو الذي يكتب، هو الذي يخترع، هو الذي اخترع اللباس، أو الله أنزل عليه اللباس، ولكن العلماء يعتقدون أن الإنسان هو الذي اخترع اللباس. الإنسان هو الوحيد الذي مثلا يعزف الموسيقى، يستطيع أن يستخدم أصابع اليد بمهمات صعبة جدا، أي مخلوق آخر لا يستطيع أن يستخدم هذا الاستخدام. لذلك هذا الإنسان له نظام تشغيل خاص به يختلف عن كل الكائنات. لذلك قال تبارك وتعالى: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فآدم عليه السلام نفخ الله فيه من روحه، أي وضع فيه هذه البرامج وهذه الميزات التي بسببها أصبح إنسان، وإلا هو كان تراب، كان قطع تراب، مثل هذا الكمبيوتر تراب، ليس له أي يعني عمل. بمجرد نفخ الروح أصبح إنسان يعمل ويتحرك ويتحدث ويحمد الله إلى آخره. إذن أيها الأحبة، في نهاية هذا اللقاء أود أن أقول إن الإنسان أيها الأحبة يتألف من 3 أشياء: الجسد، وهو بمثابة مجموعة قطع تبديل أعتبره، مثل قطع تبديل الكمبيوتر، بل إن هذا الجسد سيشهد عليك يوم القيامة. العنصر الثاني هو الروح، وهي نظام تشغيل عالمي الله سبحانه وتعالى وضعه لكي بفضله تكون إنسان، وإلا من دون روح ليس لك أي قيمة، عبارة عن مجموعة من الذرات. والعنصر الثالث وهو الأهم هو النفس، هي التي تحاسب، وهي التي تخطئ، وهي التي تأمر بالسوء، وهي التي يمكن أن تكون مطمئنة وأن تدخل في جنة الله سبحانه وتعالى. إذن أصبح لدينا هذا المثال البسيط لكي نميز بين النفس والروح والجسد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، وإن شاء الله في لقاء قادم سوف نتناول المزيد من أسرار عالم الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.